السيد ماجد بن تيمور بن فيصل آل سعيد، هو عم السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، كان حاكما لولاية مطرح بين عام 1939 إلى عام 1943، ولولاية بركة بين عام 1943 و 1944، وكان حاكما لولاية المصنعاء بين عام 1948 و 1953، ولولاية صور خلال عام 1953، كما عمل مساعدا في المحكمة العليا في مسقط بين عام 1936 و 1939، وموظفا في الهجرة والجوازات بين عام 1939 و 1940. صاحب السمو السيد ماجد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي، هو الابن الثاني للسلطان تيمور بن فيصل، ولد في 12 من أكتوبر عام 1912. أشقاء السيد ماجد بن تيمور هم السيد شبيب بن تيمور والسيد فهر بن تيمور والسيد سعيد بن تيمور والسيد طارق بن تيمور والسيد منذر بن تيمور. أما أبناء السيد ماجد بن تيمور فهم السيد منصور بن ماجد والسيد الجلندي بن ماجد. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.